نشرة الأخبار السورية من القناة الإعلامية الثانية لبنت سوريا. استقبل السيد الرئيس بشار الأسد المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى في الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان والوفد المرافق. وخلال اللقاء أعرب الجانبان عن دعمهما لاتفاق وقف الأعمال القتالية الذي يستثني داعش والنصرة والمجموعات الإرهابية الأخرى المرتبطة بهما. واعتبر أن نجاح هذا الاتفاق يشكل مدخلا لعودة السلام والاستقرار إلى سوريا عبر الاستمرار بمحاربة الإرهاب وخلق الظروف الملائمة لإطلاق حوار يقوده السوريون ويقررون من خلاله مستقبل بلدهم. وأشار الرئيس الأسد إلى الدور البناء الذي تقوم به إيران والمتمثل بدعم صمود الشعب السوري بمواجهة الحرب الإرهابية المفروضة عليه والسعي لإيجاد حل سلمي يحفظ سيادة سوريا ووحدتها أرضا وشعبا. عبداللهيان أكد أن الدعم الإيراني لسوريا في شتى المجالات ثابت ومبدئي بحكم العلاقة الاستراتيجية التي تجمع البلدين وقناعة إيران الراسخة بأن الإرهاب الذي يستهدف سوريا يشكل خطرا داهما على جميع شعوب المنطقة. كما التقى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم مع عبد اللهيان وبحث الجانبان العلاقات الثنائية المتميزة بين سوريا وإيران وتطورات الوضع في سوريا ونتائج اجتماع أستانا. وكانت وجهات النظر متطابقة حول تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين والاستمرار في التنسيق الثلاثي بين سوريا وإيران وروسيا لإيجاد حل سياسي للأزمة في سوريا انطلاقا من نتائج اجتماعي أستانا. دعا مجلس الشعب برلمانات العالم والمجتمع الدولي إلى وضع حد لجريمة قطع المياه عن دمشق وريفها. وفي وقفة احتجاجية لأهالي دمشق أمام مجلس الشعب قال المجلس في بيان له إن الإرهابيين في منطقة عين الفيجة يواصلون قطع المياه عن مدينة دمشق وريفها ما يحرم ملايين المواطنين من المياه. أضاف البيان أن مجلس الشعب إذ يندد ويرفض هذا السلوك الإرهابي يطالب دول العالم وبرلماناته ومنظمات حقوق الإنسان ومنظمة الأمم المتحدة وفي مقدمتها مجلس الأمن الدولي يطالبهم بالضغط بقوة على الدول والحكومات التي تدعم هؤلاء الإرهابيين وتساندهم وتغض النظر عن ممارساتهم الإرهابية للإسراع بممارسة كل أنواع الضغط على هذه المجموعات الإرهابية لتسهيل مرور المياه إلى المواطنين والابتعاد عن منابع المياه والتوقف عن الإرهاب والابتزاز والالتزام بالجهود الدولية المبذولة للقضاء على الإرهاب. في دير زور التنسيق العالي بين سلاحي الجو والمشاة أسهم بشكل فعال في تقدم الجيش في منطقة المقابر والسيطرة على التلال الحاكمة وبالتالي اندحار إرهابي داعش مخلفين العشرات من قتلاهم. مراسلنا الحربي مصعب أبو العيش والتفاصيل. مباغتة العدو واصطياده من الخلف بهذه الحنكة العسكرية بدأ نسور الجو بالتمهيد الناري لشق الطريق لوحدات المشاة في منطقة المقابر. الصراع الدائر بين القبور اقتصرت معاركه بالسيطرة على التلال الحاكمة والمرتفعة والهيمنة على كامل المنطقة بعمليات القنص لأي تحرك على التلال التي يتواجد بها عناصر تنظيم داعش الإرهابي كتلة صقر وسهيل وسرية الجنيد. تتحرك المجنزرات باتجاه جحور الإرهابيين لتأمين مسير الجند ولتفتك بأجساد المسلحين. القوة النارية التي فرضها الجيش على منطقة المقابر أجبرت عناصر التنظيم الإرهابي على التراجع إلى حي العمال تاركين قلة من القناصين ومن يوصل أخبار قتلهم لتلاحق نيران سلاح الجو فلولهم عند جبل العمال.
ما حدا عم يأجري. رح يموتوا كلياته إن شاء الله. هذا في واحد اثنين مسلحين بس مسلحين فقط لا غير غير هيك. يلا خيلا. البدء بتحضير مجموعات الاقتحام لاقتحام اتجاه المقابر وإعادة الوضع إلى ما كان عليه. قبل ما نبدأ بالهجوم حوالي اليوم هاجموا على اتجاه البانوراما المدرسي مدخل دير الزور عن طريق دمشق، وتمكنت القوات من صد الهجوم، وبعد 3 ساعات من صد الهجوم على اتجاه البانوراما قامت وحدات الجيش بهجوم معاكس على اتجاه آخر أو بهجوم على اتجاه آخر اتجاه المقابر. والحمد لله صرنا هلأ عدة أيام يوميا عم نتابع التقدم على اتجاه المقابر والأمور جيدة وممتازة. عدد القتلى كبير جدا جدا بالمئات والجرحى بالمئات. أحيانا كنا نشوفهم ببعض المناطق لما ينسحبوا أو يخلوا أو يفروا من المكان كنا مباشرة نبعث مجموعات الاقتحام على اتجاهات وتحتل أماكن. من خلال المشاهدات كنا نحن نحرك القوات وتتقدم. الخسائر الكبيرة في صفوف داعش بشكل كبير جدا جدا. معارك المقابر باتت على كفة الرجحان للجيش بعد التقدم بحوالي 1200 متر بعمق المنطقة، وما تبقى للوصول إلى المطار وفك الحصار عنه هو تحصيل حاصل. مصعب أبو العيش، التلفزيون العربي السوري، دير الزور. وحدات الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة خاضت اشتباكات عنيفة مع إرهابي داعش في محيط مدينة دير الزور وريفها خلال الساعات الماضية. وقال مراسل الأخبار إن الاشتباكات أسفرت عن مقتل وإصابة العديد من إرهابي التنظيم وتدمير آليات لهم، بعضها مزود برشاشات ثقيلة، وعربة BMP في منطقة المقابر ومحيط المطار ومنطقة البانوراما وقرية الجفرة في الريف الشرقي للمحافظة. في ريف حمص أفاد مصدر عسكري بأن وحدات من الجيش والقوات الرديفة تواصل تقدمها في منطقة بئر الفواعرة جنوب شرقي التيفور وتطارد فلول إرهابي داعش وتكبدهم خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد. فكك خبراء إزالة الألغام الروس نحو 400 عبوة ناسفة خلال الساعات 24 الماضية كان زرعها الإرهابيون قبل إخراجهم من الأحياء الشرقية لحلب. وأوضح مركز التنسيق الروسي في حميميم أن خبراء الألغام الروس قاموا بتطهير 63 منزلا وستة مساجد في الأحياء الشرقية لحلب، وتم إبطال مفعول 406 من العبوات الناسفة، منها 384 قنبلة يدوية الصنع. وأشار البيان إلى أنه تمت إزالة الألغام في مساحة تبلغ 70 هكتارا، لافتا إلى استمرار عملية إزالة الألغام والعبوات الناسفة من الأحياء الشرقية للمدينة. أكد الكرملين أن إقامة مناطق آمنة في سوريا سيؤدي إلى تفاقم أوضاع اللاجئين فيها، مبينا أن واشنطن لم تتشاور مع موسكو حول إقامة مثل هذه المناطق في سوريا. ونصح الكرملين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدراسة جميع العواقب المحتملة الناجمة عن إقامة مناطق آمنة في سوريا. وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أكد أن أفاق حل الأزمة في سوريا أصبحت جيدة بعد اجتماع أستانا، ومن الضروري استمرار العمل فيها، فيما أكدت الخارجية الروسية أن المشروع الروسي للدستور السوري يعد نقطة انطلاق للنقاش، مشددة على أن السوريين هم فقط أصحاب القرار في هذه المسألة وفي غيرها من المسائل التي تتعلق بمستقبل بلادهم. وصف مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركن اجتماع أستانا بأنه مرحلة مهمة على طريق التوصل إلى تسوية للأزمة في سوريا. وأضاف تشوركن في تصريح أن البيان الختامي الذي صدر عن اجتماع أستانا لا يحتاج إلى أي موافقة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مبينا أنه لم يتلقى أي تعليمات بهذا الشأن من موسكو. حذرت وزارة الخارجية الأمريكية رعاياها من مخاطر متزايدة بحصول هجمات في تركيا. وفي بيان لها دعت الخارجية الأمريكية رعاياها إلى تقييم دقيق لضرورة توجههم إلى تركيا في الوقت الحالي. وقالت الوزارة إن التصعيد في الخطاب المعادي لأمريكا يمكن أن يحمل أفرادا معزولين على تنفيذ أعمال عنف ضد رعايا أمريكيين.
اجتماع أستانا شكل منصة مهمة لمحاولة تكريس واقع سوري جديد في السياسة كما في الميدان. واجتماع الأستانا يمثل نهاية وبشكل رسمي لسياسة أوباما طويلة الأمد تجاه سوريا. تفاصيل أوفى في فقرة صدى الحدث مع رامي نوفل بعد فاصل قصير. أهلا بكم مشاهدينا. نبدأ صدى الحدث من صحيفة الأخبار اللبنانية التي نشرت مقالا للكاتب صهيب عنجريني أكد فيه أن اجتماع أستانا شكل منصة مهمة لمحاولة تكريس واقع سوري جديد في السياسة كما في الميدان. وأشار الكاتب إلى أن اجتماع أستانا لم يكن ليعقد لولا حسم معركة حلب وانتصار الجيش العربي السوري. ولفت الكاتب إلى أن في اجتماع أستانا تتشارك موسكو وأنقرة سعيا مشتركا لترسيخ واقع قبل انضمام الإدارة الأمريكية الجديدة إلى الأجواء. صحيفة البناء اللبنانية وفي مقال للباحث الاستراتيجي أمين حطيط قال فيه إن حلفاء سوريا استغلوا لحظة دولية مؤاتية وسارعوا لصرف الإنجاز العسكري الكبير في حلب في السياسة مباشرة. وأضاف حطيط أن اجتماع أستانا قد يكون محطة من محطات تبلور نظام عالمي جديد لا تستأثر أمريكا في قيادته. وشدد حطيط على أن سوريا نجحت أخيرا في حشد الطاقات لمكافحة الإرهاب المستشري على أرضها والمدعوم من دول إقليمية ودولية. وختم حطيط بالقول إن اجتماع أستانا أقام جسر عبور يستعمله داعمو الإرهاب للانتقال إلى منطقة محاربة الإرهاب وفي طليعتهم تركيا. صحيفة أرجومنتي إيفاكت الروسية قالت أن اجتماع أستانا هو أكثر تمثيلا مما كان في جنيف، وانطلاق المفاوضات بهذه الصورة هو بحد ذاته خطوة جادة للأمام. وأضافت الصحيفة أن بعد اجتماع أستانا يجب احتواء رعاة المعارضة السورية الإقليميين والدوليين الذين يبذلون كل ما في وسعهم من أجل عرقلة التوصل إلى أي اتفاق حول الأزمة في سوريا. وكالة سبوتنيك الروسية نقلت عن الصحفي الفرنسي بيير لوكورف قوله أن وسائل الإعلام الغربية انحازت في تغطيتها للأزمة في سوريا إلى جانب التنظيمات الإرهابية واعتمدت معايير مزدوجة تقوم على فبركة الأخبار وقلب الوقائع لشرعنة هذه التنظيمات. وأضاف لوكورف أن لا وجود لما يسمى معارضة معتدلة في سوريا، بل هناك تنظيمات إرهابية تحت مسميات كثيرة. وأكد لوكورف أن أصحاب الخوض البيضاء يزعمون القيام بعمليات إغاثة في النهار ويعملون كإرهابيين في الليل. ختام صدى الحدث، عودة إلى الزميلين أسامة وريم لمتابعة النشرة. شكرا جزيلا لك رامي. شكرا رامي. أصيب جندي للاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات بين قوات الاحتلال والفلسطينيين في جنين. وقالت مصادر في كيان الاحتلال إن حالة الجندي الإسرائيلي بالغة الخطورة، حيث أصيب بعد قيام شاب فلسطيني بإلقاء عبوة ناسفة انفجرت على القوة العسكرية في أثناء اقتحامهم مخيم جنين. وتابعت المصادر أن القوة انسحبت وقدمت العلاج الطبي للجندي على الحاجز، ومن ثم نقلته لتلقي العلاج. في الأثناء أصيب شابان فلسطينيان برصاص الاحتلال في نابلس، واعتقل 9 آخرون خلال حملات دهم وتفتيش نصبت خلالها الحواجز العسكرية على مداخل قرى وبلدات الخليل ونابلس وبيت لحم بالضفة، وفتشت المركبات وأعيقت الحركة والنقل. في قطاع غزة توغلت آليات للاحتلال في أراضي الفلسطينيين الزراعية شرقية بلدة القرارة شمالية خان يونس، وقامت بأعمال تجريف ووضعت سواتر ترابية في المنطقة. أسقط الجيش اليمني واللجان الشعبية طائرة للعدوان السعودي من طراز أباتشي، كما أحبطوا محاولات تسلل مرتزقة بني سعود باتجاه قرية الجديد والكتحة والخضراء والعمر في تعز، وقتلوا 8 منهم وأصابوا آخرين بقصف مدفعي استهدف تجمعاتهم في الجوف. وتقدمت قوات الجيش واللجان نحو سلسلة جبال العمر وقطعوا خط إمدادات العدوان القادمة من باب المندب، فيما نفت مصادر يمنية سيطرة قوات العدوان السعودي على مدينة المخة ومينائها في تعز، موثقة ذلك بشريط مصور بثته على مواقعها.
إلى ذلك شن طيران نظام بني سعود غارات على منطقة الروضة ومديرية نهم ومناطق متفرقة من مديرية صرواح في مأرب، كما قصفت طائرات العدوان وبوارجه البحرية سلسلة جبال العمري في ذباب بنحو 43 قنبلة فوسفورية وعنقودية، ما أدى إلى مقتل عدد من اليمنيين وإصابة آخرين في منطقة الخضيرة في المخا بمحافظة تعز. استنكر الرئيس المكسيكي إنريكي بينيا نييتو قرار نظيره الأمريكي دونالد ترامب بتشييد جدار حدودي بين البلدين، وتعهد بالدفاع عن المهاجرين المكسيكيين في الولايات المتحدة. وأكد الرئيس نييتو في تصريحات متلفزة أن المكسيك لا تؤمن بالجدران ولن تتحمل نفقات بناء الجدار، معبرا عن شكوكه حول فاعلية الجدار بوقف الهجرة غير الشرعية. وقال الرئيس المكسيكي أن جالياتنا ليست وحيدة، والحكومة المكسيكية ستقدم لها المساعدة القانونية التي تضمن الحماية اللازمة لها، مشيرا إلى أنه طلب من 50 قنصلية لبلاده في الولايات المتحدة الدفاع عن حقوق المهاجرين المكسيكيين. وكان الرئيس الأمريكي وقع مرسوما يطلق مشروع بناء الجدار على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، وطلب من المكسيك تسديد تكاليفه التي تصل مليارات الدولارات. النشرة الاقتصادية وأخبار المال والأعمال مع هبة بشاني.